أنا ودي أشكر أخوي معالي رئيس المجلس منذ اليوم الأول، وأختي وإخواني الأعضاء اللي كنتوا خير عون في دعمنا ومساندتنا وتوجيه النصح ونقل نبض الشارع اللي أنتوا يعني تتابعونه مثل ما احنا نتابعه ونتبادل وجهات نظر. وأشكر أخوي معالي الرئيس اللي سنح للحكومة فرصة أن بحسب الإرشادات الصحية في التواجد في الأوقات متكررة، حضر رئيس مجلس الوزراء وحضروا الوزراء المختصين، وبعدين وجه دعوة معالي الأخ الرئيس إلى الوزراء المختصين لبحث كل القضايا مع الأعضاء. وهذا واجب علينا إن إحنا فريق واحد وإحنا نواجه هذه الأزمة الصحية كفريق يجنب بلاده الخطر الصحي.